السلام عليكم، مرحبا بكم في الدرس الاول ديال التداول، تعلم تداول بالنسبه للمبتدئين. هذا لا يعني بان الانسان اللي فاهم ما يمكنلوش يكون حاضر معنا، ممكن يجلس معنا. اذا كانت عنده شي تساؤل ولا شي استفسار ولا شي حاجه ما عجبتوش، ممكن يخلينا في الكومونتير يكملها لنا، ماشي مشكل، صح لينا. بالنسبه للناس المبتدئين، غادي نبدا معكم من الالف الى الياء. غنحاول في كل فيديو ما غاديش نطول، ندير فيها 5 حتى 7 دقائق، 10 دقائق ماكسيموم، لان غادي نكثروا بزاف لي فيديو باش ما نطولش عليكم ويجيكم داكشي طويل. دابا اول حاجه، الانسان اللي كيبغي يبدا التداول خصو يفهم شنو هما الاساسيات ديال العالم التداول، شكون هما الناس اللي كيتدخلوا فيه، شنو هما الاطراف، شكون هما الاعضاء، عاد ممكن افونسيو في الاستراتيجيه البلاتفورم داكشي كامل. اول حاجه تنبدا مع الطلبه ديالي اللي كيجيو عندنا للبيرو، خصنا نفهموا شنو هي كلمه التداول اولا تريدين. اوكي، بكل بساطه نخليكم تجاوبوني في الكومونتير قبل ما نجاوبكم انا، غادي نشوفهم من بعد. بكل ببساطة كلمة التداول جاية من كلمة ديال شي حاجة تتداول متداولة، يعني ريكورونت. اوكي، الترجمة ديالها اولا ان سينونيم ديالها هو التريدينغ. التريدينغ ممكن نترجموه بالعربية بالتجارة، يعني تو سامبلومون التجارة دو كوميرس. كنشريو شي حاجة بواحد الثمن طايح وكنحاولوا نبيعوه بواحد الثمن غالي، هذا هو لو كونسيبت. غير هو الحاجة اللي زوينة في التريدينغ، ممكن واخا الحاجه ما تكونش عندنا، ممكن نشريوها، ممكن نبيعوها بواحد الثمن واخا ما نكونوش شرينا. هادشي غادي يحمقكم وريني غادي نفسر لكم من بعد. نبيعوها بواحد الثمن عالي ونحاولوا حنا بحال اللي كان اون باغي ولا تنقمروا بان داك الثمن غادي يزيد يطيح، وهذاك هو الربح ديالنا. كيف ما كنشريوها مثلا فواحد لا بوزيسيون اللي هي مثلا، نحاول نتمنى تكونوا كتشوفوا معايا كلشي، كتشريها مثلا فواحد لا بوزيسيون اللي مثلا هنايا، هنا كندير لاشا، كتصينها طلع في الثمن، مثلا سريناها في 100 درهم، كنزينا طلع 200 درهم باش ناخذ داك الفرق ديالي ديال 100 درهم. اوكي، هذا تجاره عاديه كما تعرفوها في كاع التجار. غير هو اللي زوين في التريدينغ، ممكن نمشي في لو جارغون ديال التريدينغ، كاين سكون ابيل ان بوت اي ان كول، غادي ندخلوا فيه ان شاء الله من بعد. تنقولوا ممكن نشري واحد لا بوزيسيون ديال البيع. اوكي، كنشري واحد البيعه، كنشري واحد لا بوزيسيون ديال البيع. مثلا كاينه عندنا هنايا 200 درهم مثلا المقاله، ديك المقاله تنقول تنشريتها ب 200 درهم، تنقول بانها غادي نقمر عليها بانها غادي تزيد تهبط، وكل ما تهبطات كل ما انا كنربح. الا هبطات 100 درهم غادي نربح الفارق ديال 100 درهم حتى انا عاود. نفس الشيء دابا هضرنا على المصطلح ديال التداول شنو تيعني، غادي نعرفوا شنو التداول شنو كيدخل فيه. كيدخل فيه واحد الاعضاء، واحد الطرفين، جوج الناس، كيدخل فيه البائع والمشتري. هذا بالنسبه ان كوميرس او واحد التجاره لي نورمال، انسان تيبيع سوري تيكون البياع وسراي، تيبيع ويشري، هادشي اللي كاين. هذا وين في الدومين ديال التداول عندنا واحد السيد خرج لنا من الجنب، يكونوا ثلاثه، عندنا البائع اللي تيبيع السلعه ديالو، عندنا المشتري كيف ما هضرنا عليه، دونك هما جوج، وعندنا اللي وسطهم هو الانترميديير اللي هو في لو جارغون فينونسيي ديالنا في التريدينغ كنسميوه ان بروكور اولا ان كورتي دو تريدينغ اولا وسيط مالي. هو بثلاث اللغات باش كلشي يفهم. اوكي، غادي تقول لي امير البائع والمشتري فهمناه، واحد كيبيع واحد كيشري سلعه ديال الاخر اللي تيبيع. اوكي، ما داك الوسيط اشنو كيدير؟ حنا اوطون كو بارتيكولي الناس اللي كيتريديو، مي ما عندناش الاكسي باش نشريو هذوك اللعيبات اللي كنديرو دوك لي زاكتيف فينونسي، كيتسموا دي زاكتيف فينونسي، ما يمكنناش نشريوهم نيشان من لا سوق ديالو. لا سوق ديالهم هي شكون؟ هما لي بنك الكبار. اوكي، اللي كيتسماو عاوتاني في المصطلحات ديالنا كيتسماو ليكويديتي بروفايدرز. اوكي، هما لي بنك كبار بحال جي بي مورغان، مورغان ستانلي ايتترا، المهم كاين منهم بزاف، كاين تقريبا في امريكان كاملين. اوكي، ما كناش حنا كيف قلت لكم حنا اون كو بارتيكولي الناس عاديين نمشيو نقولوا حقا بغيت اخويا جوج لي زاكسيون ديال امازون، ما يمكنش، ضروري ما تيكونوا هذوك بحال اللي كيتعاملوا بي تو بي، يعني من شركه لشركه. يعني جا داك الوسيط الخدمه ديالو او السيرفيس ديالو هو تيقربك ما بين انت وداك ليكويديتي بروفايدر، هو تيغ بيان سور واحد الكوميسيون، واحد العموله من ديك الخدمه اللي كيدير معاك. بيان سور ما يمكنلوش يخدم معاك فابور، هذا اونتر بارونتيز، ما يمكنش تلقى بروكر تيقول لك حقا انا ما كندير لك لا كوميسيون، ما كندير لك لا هادي لا هادي، كلشي فري، هادي راه ما كايناش. كان تينقص لكم شي حاجه كيزيد لك حاجه اخرى، باش تكونوا عارف. هادشي غادي نهضروا عليه من بعد ان شاء الله. دونك انت مثلا كاين الجمال اللي كيبيع بالجمله، ما يمكنش شخص عادي مثلا بحالي انا غادي نمشي عند مول الجمله نقول له اخويا عطيني كيلو ديال الروز، هادي امبوسيبل، لان هو تيبيع الناس المحلات كيبيعوا بالديتاي، كتسماو ديتاي، هو ما غيبيعلكش. دونك انت باش كتمشي تشري ديك السلعه اللي بغيتي كتمشي عند مول الديتاي، كتمشي عند مول الحانوت اللي كيمشي هو يشري لك من عند الجمال. مثلا كيلو ديال الروز داير 3 دراهم، هو كيشري من عند مول الجمال بجوج دراهم، وبداك الترونسبور وبداك الشيء اللي جابوه لك اكسترا كيزيد عليك درهم ديال الاتعاب ديالو. اون كرو هادشي اللي كاين، فهمتيني؟ نعطيك مثال اخر باش نقرب لك الصوره. مثلا انت
انت غادي تبغي الديسير اولا الخضره، واش غتمشي عند مول الارض الفلاح اللي تيحرص الخضره والديسير كتقول له خويا اعطيني كيلو ديال البنان ولا كيلو ديال البصله؟ مايمكنش تمشي عنده، مايمكنش يبيع لك اصلا، فهمتيني؟ لان هذاك تيتن غروسيست، هذاك تيبيع للناس اللي الخدمه ديالهم هما تيفرقوا داك الشيء باش يوصل لك يكون قريب ليك المول الحانوت المول الخضراء اتسيتيرا. هذا هو الخدمه ديال الوسيط، هو كيمشي داك الشيء بالكرو هو تيبيعو بالتفريقه ديالنا. هادي هذا ما كاين. نتمنى تكونوا فهمتوا الفكره، واللي فهم اللي فهمها وعجبته الطريقه باش فهمها يخلي لنا واحد الكومونتير من تحت باش يحفزني. دابا شفنا الامور كامله، شفنا الوسيط، شفنا البائع والمشتري. دابا اسيدي شنو كيتباع ما بين هاد جوج الناس هادو وهاد الناس؟ شنو كيتباع؟ السلعه نورمالمون في التجاره العاديه كتكون سلعه دي برودوي اتسيتيرا. هنايا كنسميوهم دي زاكتيف فينونسي بالعربيه صراحه اسمحوا لي مع الرسميه ديالها، اللي تيكون فيهم بزاف ديال الاشكال والانواع على حسب الاسواق الماليه اللي هما لي مارشي فينونسي. وهادو زوينين اللي خصنا نعرفوهم دابا. اشنو هو مارشي فينونسي؟ شنو هو في رايكم؟ شحال كاين من واحد؟ خليهم لي في لي كومونتير دابا قبل ما ندوزو للشرح. وكاين شوف كل واحد يقدر يقول لك 6 7، كل واحد على حسب كيفاش كيعتبر لي مارشي فينونسي ديالو كيفاش دايرين. انا غنقول لكم اللي بالنسبه لي فيكس ومعروفين وخدامين شحال. الوغ كاين 5 ديال لي مارشي فينونسي. باي ذا واي بالنسبه للناس اللي ديجا كيتريديو، راه كاين واحد لا بروموسيون في البروكور ديالنا لايت فينونس بمناسبه العيد ميلاد ديالهم مقيله 16 اولا 17، دايرين ان كود برومو اللي ممكن يكون عندك فيه ان بونوس ديال 100% اللي هو هابي بيرثداي. غتلقاه لتحت صندوق الوصف، ملي تبغي ديبوزي دير داك الكود برومو وغادي يكون عندك بونوس ديال 100% وبالصحه والراحه. ما عرفتيش كونتاكتي السوبور ديالهم ديال المغرب نيشان، عيط لهم وتقيد وقول لهم راه بغيت الكود برومو غادي يعطيهم لك تو سامبلومون. لو مارشي الاول ومحبوب الجماهير اللي هو فوركس، تداول العملات الاجنبيه او سوق العملات، يعني كتشري الاورو كتبيع كونتر الدولار، كتبيع الدولار كونتر الباوند وهي غاليه. فوركس يعني كتشري وتبيع في العملات الاجنبيه. مثال سهل بالنسبه لهذا المارشي هذا، اوكي، بحال بيرو ديال الشونج، بيرو ديال الصرف، هذاك راه كيدير الفوركس، كيجيب لك الاورو بثمن وكيبيعو لك بثمن طالع، انت كتشري من عنده بالدرهم وكيبيع لك الاورو بثمن ليبغا، وتياخذ هو العمولة ديالو، هذا هو الفوركس، اوكي؟ كاين هذا حبيب الجماهير تيعرفوا كل شيء، شحال من واحد تيخلط الفوركس مع التداول، تيقول لك أنا راه كندير الفوركس، راك ما كديرش الفوركس، راك تتداول الفوركس. تداول كيجمع هادشي كامل، اوكي. كاين محبوب الجماهير واحد اخر اللي عاد جديد، ماشي جديد، المهم زعما فوالا عاد كي هذا هو الكريبتو موني، يعني العملات الرقميه راكم عارفينهم، العملات المشفره. كاين مارشي اخر سوق مالي معروف بزاف وكان من القديم الزمان اللي هو سوق الاسهم، ستوك ماركت. هادو الاسهم ديال الشركات، مثلا السهم ديال شركه امازون، السهم ديال شركه ابل، فيسبوك، وهي غاديه كتشري واحد الحصص الاسهم من ديك الشركه اللي باغي تشريها، هذاك كيتسمى ستوك ماركت، اوكي. كاين سوق اخر اللي ما كيعرفوش بزاف الناس اللي هو سوق المؤشرات، اندكس ماركت، اوكي، اولا انديس اون فرونسي اولا المؤشرات. هاد السوق ديال المؤشرات هذا شنو كيفاش تيكون؟ تيكون واحد المؤشر ديال واحد الدوله، مثلا ناخذو ديال فرنسا. فرنسا المؤشر ديالها سميتو كاك 40 اولا فخا 40. علاش ديك النمره ديال 40؟ هذيك تتمثل 40 اقوى واكبر شركه في فرنسا، اوكي، كيتجمعوا في انديس واحد. مثلا في امريكان، امريكان الوحيده اللي عندها بزاف لان امريكان كبيره ومقسمه المؤشرات ديالها على حسب القطاعات ديال التجاره، قطاعات ديال المعدن، المعادن، قطاعات ديال التكنولوجيا، ديال السبيطارات، الصيدله، الصحه، اتسيتيرا. مثلا اللي معروف عندهم هو الناسداك، كيتمثل عليه ب ان اس 100، في اقوى 100 شركه، اوكي. كاين اس بي 500، كل وحده في القطاعات المختصه ديالها. هذه بالنسبه للناس اللي كيبغيو يستثمروا فلوسهم بلاص ما تيبغي مثلا يمشي كل مره يشتري من امازون، من فيسبوك، من مايكروسوفت، من هذه من هذه، كيمشي يشري المؤشر اللي كيجمعهم كاملين وتنقص عليه قوه، فكر من هنا، حيد من هنا، بيع من هنا، هذه صافي وتيخليه يطلع، اوكي. هادو هما المؤشرات. بالنسبه للمغرب عنده، كان عنده المازي وقيلا، وراه بدلوا له السميه، بقيت عاقل صراحه السميه، اللي عاقل عليها يكتبها لي لتحت. المهم كنظن فيه شي واش 20 ولا 30 شركه، كنظن 30، اوكي. بقى لنا مارشي واحد، الله يثبتنا على الشهاده، نسيتو نظركم شنو هو هذا اللي بقى لنا هنايا؟ السوق ديال لي ماتيغ بروميير اللي تيكونوا داخلين فيه الذهب، الفضه، وفيه داخلين فيه داك المواد الفلاحيه، القمح، الكاكاو، القهوه، اتسيتيرا. ولكن الاغلبيه اللي كنترديو فيه حنايا اون طونك بارتيكولي هو الجولد، السيلفر،
اتسيتيرا. دونك بلونغلي كيتسماو كوموديتيز. اوكي فوالا هادو هما لي فايف فاينانشال ماركتس اللي عندنا. اوكي خمسه اسواق ماليه اللي معروفين بزاف وكنتريديوهم حنايا اوطون كو ريتيل تريدرز هما لي تريدر بارتيكولي. اوكي غادي نطول عليكم نخليكم تراجعوا الفيديو تستوعبوا هادشي مزيان قيدوا هادشي مزيان. نتمنى لكم الدرس الاول عجبكم واستفدوا واستفدتوا عجبتكم الطريقه ديال الالقاء والتقديم. صراحه فرحت بزاف لان كنبريزونط لكم هادشي بطريقه اللي تنبغي. بشحال ما درت هادشي بشحال ما بارطاجيت هاد العباد اللي كندير. شكرا بزاف حيتاش بقيتوا معايا حتى الاخر. نتشوفوا ان شاء الله في الدرس الثاني اللي غادي تكون فيه بزاف المفاجآت. راجعوا هادشي مزيان باش ما يفوتكمش داكشي ويكثروا عليكم لي فيديو. اوكي يلا ما تنساوش التشجيعات ديالكم لايك كومونتير الا كان عندكم اي تساؤل. وتنشوفوا شي حاجه في الحلقه القادمه بارطاج مع اصحابكم باش هما يستافدوا توليو كامل دي تريدر.